السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبي في الله، كيف الحال؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله، بداية سنة إن شاء الله جديدة ميسرة بالتوفيق واليوم والبركات إن شاء الله وكل ما تتمنوا يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله فيديو رائع، فيديو إن شاء الله ننصحكم تتابعوه حتى الأخير. 11 سر للنجاح إن شاء الله غنتناولهم سر بسر إن شاء الله رب العالمين. خليكم مع أم عبد الله إن شاء الله. أول شيء تعملوه إن شاء الله هو الضغط على البوس او على اللايك باش تدعموا الفيديو باكثر عدد من اللايكات وشاركوه مع الاحباب والاصدقاء ان شاء الله رب العالمين. ونتمنى يا ربي التوفيق للكل. اشتركوا في القناه، مرحبا بكم لو كنتوا اول مره كتشوفوني وكتشوفوا هذه القناه، مرحبا والف مرحبا. اول سر من اسرار النجاح، لو بغيتي تنجح وتوفق دائما افعل ما تخاف منه، افعل ما تخافه او ما تخاف منه في الميدان اللي كتعمل فيه او في الميدان اللي كتشوفه غتقدم فيه، لكن كتكون عندك واحد الخوف واحد الرهبه ورجع اللون. دائما افعل ما تخاف منه وستنجح باذن الله سبحانه وتعالى. هذا اول سر. ثاني سر من الاسرار ديال النجاح، ركز على الحب، الحب الايجابي، حب الله، حب الرسول، حب الوالدين، حب الاخوه، حب الخير للاخرين وستنجح. من يحب الخير ياتي بالخير وياتي له الخير من حيث لا يدري. ثالث سر من الاسرار ديالنا، دائما نتقبل الوضعيه ديالي كيف ما هي. صعبه ايه معاك، انا صعب تقبل لكن غادي تقبل، حاولت ان شاء الله رب العالمين. تقبل وضعيتك، كان عندك عسر ان شاء الله غيتيسر، تقبل. الله سبحانه وتعالى يقول ان الناس اللي كيحمدوا الله سبحانه وتعالى وكيتقبلوا الوضع اللي عطاهم فهو كيتجاوز بهم، كيدوز بهم من هذاك المرحله اللي هي مرحله اختبار وامتحان، وكيدوز بهم مرحله اخرى اللي هي مرحله ديال العطاء. فدائما مع العسر يسر، دائما اي حاجه عسيره عندنا راه كاين واحد المحل فيه اليسر حنا ما شايفينوش، ربما في وليداتنا، في صحتنا، في حياتنا، في والدينا. حاولوا دائما تشوفوا الجيد وتقبلوا ما هو موجود كيف ما كان وضعه ان شاء الله ستنجحون. الرابع سر من الاسرار، دائما قرر دائما يوميا بعد صلاه الفجر انك غادي تنجح في يومك. دائما قرر ان يومي سعيد، يومي جيد، يومي ان شاء الله فيه عطاء، فيه كثير من الاشياء. دائما خذ هذا القرار وغتنجح بالتاكيد 100%. صلاه راهي فريضه عليك، كتكون اديتي فريضه وفي الفريضه كتكون اديتي نجاح، لان اداء صلاه الفجر بلا ما نتكلموا عليه هو نجاح في حد ذاته، ما ان الله فرض في ذاك الوقت فهو نجاح في حد ذاته في وقتها بالضبط. قراءه ما تيسر من القران بعدها ان شاء الله رب العالمين، وتقدم على يومك وانت كلك حماس وكلك كلك قوه وحيويه في انك غتحقق كل ما تريد، كل ما تصبو اليه، كل ما تبتغي ان شاء الله رب العالمين. بالتاكيد كن على يقين غتحقق اللي بغيتي ان شاء الله رب العالمين. توكل على الله وتاكد ان الجميل يعطي الجميل وان الكريم يعطي بكرم وان الجواد يعطي بجود، هذا ما فيهمش نقاش. خامس خطوة إن شاء الله رب العالمين، ديما تذكر أنك تملك ما لا يملكه غيرك، تذكر أنك تملك ما لا يملكه غيرك. ما كنتكلمش على الجمال، كنتكلم فقط على الصحة. إن كنت تستطيع الوقوف على رجلين فآخر لا يستطيع، آخر كيكون مشلول، كي اللي عنده مرض خطير، كي اللي عنده، دائما احمد الله على النعمة اللي أنت عندك كنت ما حاش بها لأنك مالكها، كيحس بها اللي فقدها. احمد الله عندك رجلين، عندك يدين، عندك عينين، عندك فم تتكلم به، تتكلم به، اعتذر، يعني احمد الله على النعم اللي موجود عندك وتاكد انك ستنجح. الا حمدتي الله على اللي عندك وشفتي اللي اقل منك دائما غتمشي وانت سعيد وفرحان لانك كتمتع بما لا يتمتع به غيرك. دائما تذكر انك كتملك اللي عندك، كتملك اللي ما عندش غيرك ان شاء الله، وغادي تنجح. عندك كذلك فم راك تستطيع تبتسم به، هذا هو اللي جاي. سادس سر من الاسرار، الصدقه، الصدقه، الصدقه اولها واكثرها فائده في المجتمع ديالنا الابتسامه. ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، الابتسامه في وجه اخيك صدقه. ان لم تستطع ان تتصدق بما في الجيب فتصدق بما تستطيعه، هو الفم ديالك. افتح الفم ليس بالكهكهات وليس بالضحكات على الناس، لا، افتحوا بالابتسامه للاخرين، افتحوا بالابتسامه في وجه الاخرين وان شاء الله سيعطيك الله من حيث لا تدري. اذا تستطع الصدقه بالجيب فتستطيع الصدقه بكلمه طيبه، تستطيع الصدقه بكثير من الاشياء، بجبر الخواطر كذلك، بكلمه طيبه، بحق انسان اللي كتشوفه مديوم او في حاله معسره، تصدق عليه بكلمه طيبه، والله سيعطيك الله الكثير الكثير من حيث لا تدري.
جرب الخواطر شيء جميل، قول كلمات الخير حق آخرين حتى وإن لم يستحقوها، قول كلمات الخير، خليك أنت خير وقول كلمات الخير، عكس الناس اللي كيقولوا كلمات الشر حق ناس اللي كيستحقوا كلام الخير وكيميزوا بين هذا وهذا بأشياء اللي هي تافهة وماشي هي مقياس ديال التمييز. ندوزو السابع سر من الأسرار، هو طور ما لديك من القدرات. طور ما لديك من القدرات، اش عندك من القدرات؟ اش عندك القدرات؟ شنو هي القدرات ديالك والمميزات ديالك؟ كتميز في مجال معين، قل لي شنو هو، نقول لك طوره، سير طوره، طوره بالخبرة، طوره بالتعلم الناس اللي سبقونا، طوره بتعلم أشياء جميلة، طوره بشهادة، طوره بأي شيء، المهم طور اللي عندك، طور لغتك، طور هوايتك، طور أي شيء، طور ما لديك وستنجح، تأكد بأنك ستنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. ثامن سر من الأسرار اللي غنقولو ليك هو راه سر مهم جدا جدا جدا، كيف قلنا ثامن سر من الأسرار هو دائما ترافق الناجحين، رافق الناجحين، رافق الناجحين، رافق الإيجابيين، رافق عن الأشياء اللي تخليك تمشي للأمام. مرافقة الناجحين تعدك بالنجاح، أكيد التوكل على الله والشغل بكثير من الأشياء لا يمكنك النجاح دون توكل على الله ودون سعي، أكيد مع السعي لكن رافق الناجحين، هذا سر من الأسرار. وتعلم من الناجحين اللي سبقونا، من الأجيال اللي سبقتنا، تعلم منهم سر نجاحهم، تعلم من الناس اللي سبقونا، العمالقة، العباقرة، تعلم منهم كيفاش تنجحوا، علاش كانوا كيعتمدوا، شنو هما الأسرار ديالهم باش نجحوا، أكيد غتستافد وغادي تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. تاسع سر من الأسرار، دائما تذكر أن هدفك كيأتي شيء بشيء، وتذكر أن النجاح يأتي يعني بابا كنعتذر على الكلمه بالفرنسي، يعني كياتي شويه بشويه شويه بشويه، كياتي شويه بشويه. النجاح، النجاح لا ياتي مره واحده، النجاح لا ياتي مره واحده، النجاح كياتي خطوه بخطوه. وتذكر انك الا كنتي في الطريق وكتنجح بشويه بشويه لا تدع احدا يحبطك، ما تخليش شي واحد يحطك، عارف انك راك غادي في طريق النجاح ولو خطوه بخطوه ولو شويه بشويه. وتذكر ان الوقت اللي امر فيه الله انك تنجح بقوة غتنجح بقوة، الوقت اللي بغى الله تنجح بشوية بشوية لأنه شايف لك خير أنك تنجح بشوية بشوية غتنجح بشوية بشوية. دائما خذ الشيء الإيجابي وترك السلبي على جنب باش تمشي للأمام إن شاء الله رب العالمين. غنمر دابا العاشر، العاشر كنعتذر، غنمر العاشر سبب من الأسرار ديالنا، ابتعد عن المحبطين، ابتعد عن المحبطين، ابتعد عن المحبطين وحفز نفسك بنفسك، ابتعد على المحبطين وحاول تحفز نفسك بنفسك. الا ما لقيتيش اللي يحفزك، ما لقيتيش اللي يعطيك الكلمه الجميله والكلمه الايجابيه، اعتمد على التحفيز الداخلي، اعتمد على التحفيز الداخلي. ولا ما لقيتيش هاد النفس ديالك ما كتحفزكش ودائما محبطه النفس بنفسها كتحبطك، فتوجه، حط مرآة امامك وشوف فيها وقول انا عد ما قلت انا ناجح، انا استطيع ان افعل كذا وكذا وكذا، استطيع ان انجح، استطيع ان اصل الى ما اريده الى مبتغي ان شاء الله رب العالمين. بكل جهد وبكل قوه تيسير من الله سبحانه وتعالى وستصل، تاكد انك ستصل، انت من يشاهدني ستصلون باذن الله سبحانه وتعالى. السر الحادي عشر هو الاخير عندنا، هو دائما خذ من وقتك وقت باش تعطيه لنفسك، وقت ديال الفراغ، وقت استراحه، وقت استرخاء، 15 دقيقه في النهار كاسترخاء بيني وبين نفسي في حديقه امام بحر امام اي محل اللي كيعطيني الراحه وبعيد عن الضوضاء وبعيد عن الضجيج، فهذا كيعطيني النجاح. وكذلك خذ 15 دقيقه اخرى باش نتمشى، باش نمارس هوايتي ديال المشي اللي هي غتخليني ان شاء الله رب العالمين نكون مرتاح حتى جسديا، جسد خصوصه هو قسم من الراحه، باش ننجحوا لازم يكون جسدنا مرتاح، ما نكونوش مرض او جسد ديالنا تعب وحنا بغينا ننجحوا، غنجحوا غنحققوا كاملين هاد الاهداف بالعشر، هاد الاسرار ال 11 سيف اللي قلت لكم كاملين غادي نطبقوهم واحد واحد ان شاء الله غادي ننجحوا. غادي نرجع بعجال نقول لكم الاسرار كاملين ال 11. اول سيف هو افعل ما تخافوا منه، ثاني سيف ركز على الحب لتنجح، تقبل وضعيتك الحاليه كيف ما هي، قرر يوميا بعد صلاه الفجر ان يومك سيكون رائع، تذكر انك تملك ما لا يملكه غيرك. سادس سيف دائما تصدق على الجميع ابتسامتك. سابع سيف طور ما لديك من قدرات. ثامن سيف رافق الناجحين. تاسع سيف تذكر ان هدفك ياتي شيء فشيء. عاشر سيف ابتعد عن المحبطين وحفز نفسك بنفسك، وان لم تجد نفس التي تحفزك فحفز نفسك امام المرآة. السر 11 وهو دائما خذ
من يومك وقتا لك، نصف ساعه قسمها ربع ساعه للمشي وربع ساعه للتامل ولاسترخاء ولاخراج ما هو سلبي واخذ ما هو ايجابي. كانوا هذو هما ال11 سر للنجاح ان شاء الله، اللي كنتمنى من كل قلبي يكون فادكم هذا الفيديو ويدخل عليكم بالتيسير والتوفيق، يدخل عليكم بالايجابيه. كنتمنى تدعموا الفيديو باللايك مره اخرى، كنقولها لكم اي شيء عندكم خليه لي في التعليق تحت، اي شيء كترغبوا فيه ان شاء الله نقدر ندير لكم فيديوهات قادمه اكيد بعد البحث ان شاء الله، باش نجيب لكم الاشياء اللي هي تصبكم وتكون نافعه 100%. شكرا لكم، ام عبد الله كتحبكم في الله، نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو قادم. نقول لكم ما تبخلوش باللايك وشاركوا مع الاحباب والاصدقاء ان شاء الله الفيديو باش تعم الفائده. شكرا لكم، مع الف سلامه وتحياتي، ما سخيتش بكم صراحه، الى اللقاء.